السلام عليكم، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. متابعين اوفياء كالعاده، اليوم جبنا لكم جديد من بين الجديد اللي كاين قطع اشياء جديده. دوك نعتمكم كما راكم تشوفوا. نبداو من على بركه الله. جبنا لكم هذا الدرج كريستال، يستعمل للثلاجة او ادراج المكتب كما راكم تشوفوا فيه. ها كيفاش مداير، يجي كما كيدخل في الدرج يجي عنده قشر، الحجم تاعو يجي متوسط الحجم، ماشي كبير بزاف، يجي صغير. ها كيفاش ندير فيه ديكولار كما راكم تشوفوا. هذا السعر تاعو ماشي غالي بزاف، يدير 10000. هذا يجي قلنا يجي في فريجيدار، ولا يجي في ادراج المكتب، او عنده بلاصه يتعلق منها كما راكم تشوفوا فيه. هذه يدخل في الدرج ولا في الفريجيدار، يجي في الشباك هذاك الفريجيدار. تقدروا تستعملوه العظام، تستعملوه بزاف حوايج تقدروا تحطوا فيه، وفيه قشر هاو يتحل ويتقفل. هذا السعر تاعو يدير 10000. كيما عندنا هذه القطعه جبناها جديده فيها قشر، ها كيفاش مدايره. هذه يتنحى، ها كيفاش مدايره. هذه هاي كومبلي هكذا، هذا القشر راه يتحل كيما راكم تشوفوا فيه. هذه هاك كيفاش مدايره، هذه تتنحى هاي كيفاش مدايره. هذه الوحده تاعها تتنحى، فيها ديكولار. هذه السعر تاعها يدير 30000، فيها ديكولار مخلطه، تجي بلاستيك. وعندنا هذه جبناها ثاني جديده، هذه تخدموا بها فيونداشي. هاي كيفاش مدايره، ها نقدر نعطيكم الباط كيفاش مدايره، هاي كيفاش تجي. هذه حاجه جديده تخدم لكم بها فيونداشي، ها كيفاش مدايره. تجي هنايا تحطي، المره الاولى تحطي هنايا، تكعبروا شويه وتحطوا هنا شويه شويه، ومن بعد تلظوا تثقب لكم بلانا ثقبه، من بعد ديروا فرماج تاعكم ولا واش حبيتوا ديروا ثاني، ومن بعد تعاودوا تقفلوا مره اخرى كيما هكذا. هذا السعر تاعو يدير 20000، حاجه جديده تخدموا بها فيونداشي. ها كيفاش مدايره، قلنا تحطوا المره الاولى هنايا، تقفلوا لكم ثقبه باش تعمروا الحشوه تاعكم، تلوحوا مره اخرى هنايا، من بعد تعاودوا تقفلوا. هذا السعر تاعها يدير 20000. نقدر نعطيكم في الفطوات، هاي الطريقه الاولى ومن بعد جي الثانيه. نقوم الاولى الضغط لتكوين مكان حشوه، ملء الفراغ بالحشوه حسب الرغبه. الثالثه الساق، إلصاق الجهتين مع بعض. والثالثة الرابعة عفوا اضغط جيدا. الخامسة كرة اللحم محشوة جاهزة. هذا السعر تاعها 20000، ماشي غالية حتى هي بزاف. كيما جبنا لكم هذه الفكرة تقصوا بها الدبشة، ها كيفاش مدايرة، نوضح لكم الصورة باش تقدروا تشوفوا بها. فيها بزاف ماس هكذا، نحطوا الدبشة تاعنا وقصينا الدبشة تاعنا، هاي موضحة في الكرتون. هذه السعر تاعها يدير 30000. كيما جبنا لكم هذو معروفين، هذو تاع التشغيل معروفين بزاف، خدمناه من قبل. هذا السعر تاعهم يدير 10000، فيها ديكولار، كاينه هذه هكا تجيب الفار، كاينه اورانج، كاينه روز، كاينه بزاف. هذا السعر تاعها يدير 10000. كيما عندنا هذه جبناها ثاني جديده، هذه فكره جديده، نوضح لكم الصوره برك مع كيفاش مدايره. هذه هكا عندها موس لداخل، هذه ديروا بها سناريه على شكل خيوط باش ديروا بها سلطه ديكوري. ها كيفاش مدايره، نوضح لكم الصوره هنا. هذه اللي شكل خيوط يصلها سناريه، هاي مرسومه هنايا، دقيقه فقط، هاي مرسومه هنا سناريه، ها كيما راكم تشوفوا فيها. هذه ديروها على شكل خيوط، تخدم لكم تخدموا بها سناريه. هذه السعر تاعها يدير 30000 حتى هي، هذا السعر تاعها 30000. وكيما جبنا لكم هذه الرحايات الخضره بلاستيك، ترحيو بها الخضره في الدار، تستعملوها الاولاد، تستعملوها بزاف في الكوزينه. هذا السعر تاعها يدير 65000. كيما جبنا لكم هذه تاع المكياج ثاني، هاي كيفاش مدايره، تستعملوها المكياج حجم صغير، هاي كيفاش مدايره، تحطوا فيها المكياج تاعكم. هذا السعر تاعها يدير 15000. فيها الموديل هذه، فيها الموديل هذه تجي كاري كانها شكل قلب. هذا السعر تاعها 15000. كما قلنا هذا السعر تاعها يدير 15000. وعندنا هذه ثاني جبناها جديده،
هذه تستعملوها في البوطاجي ابوبال صغيره تجي في الباب تاع البوطاجي كما راكم تشوفوا. هذا السعر تاعها داير 20، فيها دو كولار، فيها هذه وفيها هذه كما قلنا. هذا السعر تاعها داير 20000. كما جبنا لكم راه مكاطا في لون ثاني سولد، واللي هي هذه هاي كيفاش ندير الشكل تاعها. هذه السعر تاعها يدير 35000 6، وعندنا الموديل هذا دير 6 ب 55000 كما راكم تشوفوا فيها. وكما جبنا لكم صحن عوالي تاع دايما، هذا اللي حاب يدير العرس اللي حاب يستعمل استعمال يومي، جبنا لكم الصحن هذا وبري تاعو مليح. جبنا هذا تاع البربوشه يدير 18000، وعنده تاع الجاري يدير 15000، فيه تاع الورده وفيه هذا 15000، وعندنا هذا اللي يجي شغل صغير بربوشه صغير يدير 15000، وعندنا هذا دوزيام بلا الشكل هذا يدير 12000، وعندنا هذا يدير 11000، وعندنا هذا يدير 8000، وفيه البلا هذا الصغير يدير 8000. وكما عندنا حوايج بزاف في الحانوت كما راكم تشوفوا فيهم، هاو كاينين بزاف حوايج اسعار مليحه. وترقبوا معنا جديد ديما. شكرا متابعينا الاوفياء للمتابعه، بارك الله فيكم في جديد اخر ان شاء الله.